تصفون زيارتكم للبصرة بعد هذه الفاجعة الأليمة؟ بدنا أن نعزي أنفسنا ونعزي محافظة البصرة وذوي الضحايا بهذه الفاجعة الأليمة لطالبتنا وأبنائنا الأعزاء. نسأل الله الرحمة والخلود لهم والشفاء العاجل لتلاميذنا الأعزاء. كان لدينا هناك اجتماع طارئ في مجلس محافظة البصرة، ضم الأخوة في محافظة البصرة والسيدة المحافظ. يعني إن شاء الله اكتملنا الاجتماع بخلاصة إن شاء الله سوف تكون ظهورها ميدانيا إن شاء الله في القريب العاجل، منها نزول طارئ للنجدات والمرور على الطرق المحاذية للمدارس عفوا اللي تقع على الطرق الخارجية، وكذلك الإسراع بإنشاء مدارس في هكذا أماكن حتى لا تكون هناك تحرضات في الطرق، وكذلك أيضا لدينا هناك بمناقشات أمور كثيرة فيما يخص في مجال التربية، وإن شاء الله النتائج ستكون إيجابية قريبا.